افتتح محافظ عدن أحمد لملس ملعب الشهيد الحبيشي بمدينة كريتر بعد إعادة تأهيله بتكلفة 370 مليون ريال بتمويل حكومي. تفاصيل في تقرير الزميل وضاح شريلي. برعاية فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الربو منصور هادي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، افتتح اليوم بالعاصمة عدن ملعب الشهيد الحبيشي بكريتر بتكلفة بلغت 370 مليون ريال وبتمويل حكومي. أسدل الستار عن ملعب الشهيد الحبيشي الذي افتتحه محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، ومعه وكيل وزارة الشباب والرياضة خالد صالح والدكتور عزام خليفة. المشروع الذي تم إنجازه بإشراف ومتابعة حثيثة من وزير الشباب والرياضة نايف البكري تم إعادة تأهيله وتعشيبه بالمواصفات والمقاييس المطلوبة وبتصميم يواكب العصر. نهدي هذا الإنجاز اليوم إلى الرياضة والرياضيين، إلى جميع شباب هذه المحافظة الباسلة، ونشكر جميعنا الأخ معالي وزير الشباب والرياضة الذي بذل الجهد الأكبر معنا في هذا العمل، وكانت أولوياته الأولى في إعادة هذا العلم التاريخي ملعب الحبيشي أقدم ملاعب الجزيرة العربية. كذلك اليوم بعد أن أكملنا العمل تبقى أعمال الأخوة في البرنامج السعودي لعادة إعمار اليمن، وهي أعمال الإنارة الذي نتمنى إن شاء الله أن يعجلوا معنا في تنفيذها. أهمية هذا الإنجاز الذي تحقق بإعادة تأهيل هذا الملعب لما يحمله من رمزية مهمة في هذا المدينة التي كانت ولا زالت حاضرة لدى سكان محافظة عدن بشكل خاص، لا سيما نجوم الزمن الجميل الذين تركوا في هذا المستطيل تاريخ من الذكريات العظيمة. في هذا الملعب شعرنا بأن احنا يعني كل رياضي يمني وجنوبي وأيضا كل رياضيين في عموم الوطن يعني حلم بالنسبة لأي رياضي أن يلعب في ملعب الشهيد الحبيشي. ملعب الشهيد الحبيشي كان صرح عظيم يجمع الأسرة الرياضية بشكل عام. جميعا ما نستطيع أن نتحدث بأن ملعب الشهيد الحبيشي هو سمي باسم المناضل أحمد الحبيشي. اهتمام حكومي ومن خلفه السلطات المحلية المتعاقبة في العاصمة عدن، وقبل هذا وذاك وزارة الشباب والرياضة التي تحتفل اليوم بهذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق بخطوات ثابتة أعادت الروح لهذه المدينة التي نفضت غبار الحرب واستعادت دورها في مختلف المجالات كعاصمة تقهر المستحيل. لقناة عدن الفضائية وضاح الشليلي، العاصمة عدن.